الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم، مرة أخرى يكون التواصل وما أجمله من تواصل على أنقام هذه الانطلاقات وعلى وقع الأصالة، دائما تكون رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة محط اهتمام من كل عشاق التراث والأصالة ومحبين هذه الرياضات التقليدية. أنطلق بحضراتكم مشاهدينا الكرام لنتابع ولنستشف من هذا الشوط خماسية المقدمة المسموح لها بالإذاعة. ننطلق مع مقدمة هذا الشوط وأرى من على بعد شعار فيصل بن طالب بن شريم: المري هو من يسيطر على المركز الأول. إذن فيصل بن طالب بن شريم يحتل المركز الأول وينطلق في هذه الأثناء من واقع الشعار. النقلة على المركز الثاني اللي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات، نتابع معكم مشاهدينا الكرام. اللي في المركز الثاني مشهورة للسيد عبد الهادي بن حمد بن هليل المري من واقع الشعار، مشهورة للسيد عبد الهادي بن حمد بن هليل المري، بينما أرى شعار حمد بن غانم الهديفي أيضا يتسلل بدوره وينتقل إلى المركز الثالث. النقلة على المركز الرابع، مصيحة تحتل المركز الرابع للسيد بريك بن محمد بن بريك، أو هنا شعار إبراهيم بن حمد النعيمي أيضا من واقع الشعار. المركز الخامس اللي يتسلل الآن وراء وتابع جبارة لعبد الله بن راشد بن ذياب النعيمي، هي من تنطلق وتحتل المركز الرابع في هذه الأثناء، بينما إزدان تنتقل انتقالة ممتازة إلى المركز الخامس مع محمد بن ناصر الشنجل المري. هذه هي نتيجتنا إذن للخمسة المراكز الأولى، ونعود بحضراتكم إلى المقدمة ونرى ونتابع العنود. إذن بالفعل حمد بن غانم الهديفي من واقع الشعار تعرفنا عليها، ولكن الآن تتضح أمورها اللي هي العنود لحمد بن غانم الهديفي. حصل تغيير، مشكورة تتسلل الآن لتخطف مقدمة هذا الشوط. جابر بن علي الغيثاني المري هو من ينطلق ويحتل المركز الأول مع مشكورة. إذن مشكورة انطلقت الآن واندفعت مع جابر بن علي الغيثاني إلى المركز الأول. المركز الثاني العنود، حمد بن غانم الهديفي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث اختصار، وصلت اختصار وانطلقت في المركز الثالث. عامر بن سعد الرفادي ينطلق مع اختصار، بينما المركز الرابع يا سلام سرابة للسيد زبران بن محمد العجمي ينطلق هذا الشعار. ضيف يأتينا من دولة الكويت الشقيقة، نرحب بكل الضيوف. زبران بن محمد العجمي إذن ينطلق مع سرابة في المركز الثالث. المركز الرابع الرياضية للسيد عبد الله بن راشد بن الزرق النعيمي، بينما المركز الخامس تتواجد في هدف لفيصل بن شفيع المري. هذه هي النتيجة إذن، ها هو ندانا للمراكز الخمسة الأولى بقيادة مشكورة. الله يا مشكورة، مشكورة هي من تتحمل مسؤولية هذا الشوط، هي من تنطلق مع جابر بن علي الغيثاني المري، يقود المسيرة بالغيثاني وينطلق مع مشكورة في المركز الأول. الخطورة مع سرابة، زبران بن محمد العجمي هو من ينطلق مع سرابة في المركز الثاني. اختصار، تريد أن تختصر المسافات، تريد أن تقرب البعيد، تريد أن تكون هي الواصلة الأولى إلى خط النهاية. اختصار إذن بالشعار المتميز، شعار عامر بن سعد الرفادة الذي يتواجد مع اختصار على المركز الثالث. الرياضي الآن على رابع المراكز، عبد الله بن راشد بن الزرق النعيمي. المركز الخامس العنود، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي بقيادة سعيد بن رشدان المري يتواجد مع العنود على المركز الخامس، وانطلقت العنود بدوره وانتقلت إلى المركز الرابع. الله، حصل دخول خطير من براقة علي بن ناصر البخيته المري. تتسلل الآن براقة وتنتقل انتقالة ممتازة إلى المركز الرابع. انتظروا مفاجآت براقة لعلي بن ناصر البخيته المري. 1200 يا حضور ويا متابعين. الله، سرابة زبران بن محمد العجمي، وحذرتكم من انطلاقتها. سرابة الآن انطلقت وانتقلت إلى المركز الأول. المركز الثاني هنا براقة علي بن ناصر البخيته. الله،
الله 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 الله، بنت الباز وصلت الآن، بنت الباز في موقع ممتاز، انطلقت بنت الباز الآن. عبد الله بن حمد بن ملهية المري يتسلل شعاره على ظهر بنت الباز. الله يا بنت الباز انطلقت الآن واندفعت في المركز الأول. المركز الثاني براك، براقة في المركز الثاني، علي بن ناصر البخيتة المري. المركز الثالث عند زبران بن محمد العجمي، ولكن وصل شعار محمد بن خالد العطية مع هقوة وصلت الآن، هقوة إلى المركز الثالث، ولكن هناك المقدمة، هناك الخطورة، هناك بنت الباز عبد الله بن حمد بن مهية المري. المركز الثاني براقة على المركز الثاني، براقة والعنود، براقة لعلي بن ناصر بن خيته المري، ولكن عبد الله بن حمد بن ملهية المري مع بنت الباز، ولكن الله يا براقة انطلقت الآن. علي بن ناصر آل بخيته المري ينطلق مع براقة. إذن يا سلام يا سلام، تهانينا وسلام يا براقة، سلام على هذا التميز وعلى هذا الانطلاق. وعلي بن ناصر آل بخيته المري يؤكد لنا جاهزية براقة في هذا الموسم وانطلاقها المميز. الآن تصل إلى خط النهاية معلن الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت فيه بنت الباز لعبد الله بن حمد بن ملهية، المركز الثالث لزبران بن محمد العجمي، المركز الرابع جاءت فيه شديدة لسعيد بن راشد بن راية المري، بينما المركز الخامس هقوة في المركز الخامس لمحمد بن خالد العطية. مشاهدينا الكرام، إذا هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ولكن كما يعلم الجميع بأن الجوائز النقدية والفائزين في هذا الشوط هم العشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن إذاعتنا تنحصر فقط على الخمس المراكز الأولى. التوقيت الزمني للحظات وصول براقة إلى خط النهاية 6:28 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك براقة السيد علي بن ناصر آل بخيتة المري. المركز الثاني جاءت فيه بنت الباز، وأيضا قدمت مستوى متميز، توقيتها الزمني 6:29.8. تهانينا للسيد عبد الله بن حمد بن ملهي المري على فوز بنت الباز بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث جاءت فيه السرابة وقطعت المسافة في 6:31.16. تهانينا لمالك سرابة السيد زبران بن محمد العجمي. نذكر مشاهدينا الكرام بأن صاحب أفضل توقيت معنا لمسافة 4 كيلومترات مسجل باسم الشاهينية للسيد حمد بن محمد بن جهويل المري، حيث قطعت مسافة 4 كيلومترات في 6:19.13 وهي التي توجت أيضا بناموس الشوط الأول.